صباح الخير يا سنة خمسة، جايبين النهاردة مع بعض تطبيق شامل وجزء من النحو، برضو هنرجع فيه شوية مع بعض. السؤال الأول بيقول لنا ما المقصود بالذهب الأسود؟ إيه المقصود بالذهب الأسود؟ هنقوله هو البترول، يبقى هو البترول. طيب ولماذا سمي بهذا الاسم؟ هنقول لأنه غالي الثمن. رقم 2، ما القصص التي يحب أسامة قراءتها؟ قلنا قصص الخيال العلمي وألف ليلة وليلة والشاطر حسن والسندباد البحري طبعا وعقلة الإصبع. تمام، صح وغلط. في سيناء كثير من حقول البترول، طبعا صح. قضى أسامة أسبوعا مع أخيه علاء الدين في بيته، غلط، مش أخيه، أخته. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب. يا مصر ده أسلوب إيه؟ نداء. مفرد أبطال بطل، معنى هتاف صوت عالي. بما شبه الشاعر مصر في الأبيات؟ الأبيات دي قال لها إيه؟ أنها أغنية للشعوب ومقصد للأحرار. تمام، ما الجمال في التكرار؟ قلنا أي تكرار هنقوله يفيد التأكيد. التأكيد على إيه؟ على أن مصر منبع الأبطال. لازم نأكد إن هي كلمة التأكيد. طيب النحو، يذهب التلاميذ إلى المدرسة صباحا. لما نيجي نعرف التلاميذ، مين اللي يذهب؟ التلاميذ، يبقى التلاميذ هنقوله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلى المدرسة، كلمة المدرسة ما نتلخبطش فيها أرجوكم، وما ننساش إن في قبلها حرف جر. طالما حرف جر يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، لينالوا حظهم من التعليم، برضو كلمة التعليم هتبقى نفس النظام، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة عشان قبلها حرف الجر من. استخرج من العبارة، هنستخرج ايه؟ مفرد وثنه. كلمة مفرد ونثنوها، مثلا لو دورنا هنلاقي كلمة المدرسة كلمة مفرد اهي، والمثنى بتاعها المدرستان. ثنه يعني خليه في المثنى. 2، جمع تكسير، كلمة جمع تكسير لو هندور هنلاقي التلاميذ. جمع مذكر سالم، كلمة اسم آخرها ياء ونون، عندنا كلمة صالحين. ظرف وبين نوع، عندنا كلمة صباحا ونوعها ظرف ايه؟ ظرف زمان. طيب ايه كمان؟ بيقولك صوب ما يلي، يشرح المعلم الدرسان للتلاميذ. يشرح فعل، المعلم فاعل، يبقى دي المفروض مفعول به، ومفعول به يبقى الدرسين. ليه ميس؟ عشان منصوب. نحب اللاعبين المتفوقين، نحبه فعل، مين اللي نحبه؟ نحن، يبقى نحن هنا ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره نحن. نحب نحن، يبقى اللاعبين عشان مفعول به. اشترك التلميذين في المسابقة، اشترك دي فعل، مين اللي اشترك؟ دي المفروض تبقى فاعل، يبقى مش التلميذين، دي التلميذان. نستكمل مع بعض جزء نحو كامل، نحلوه كده مع بعض. الأشجار لها فوائد عظيمة للناس. كلمة الأشجار هتتعرب ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لها فوائد عظيمة للناس، الله يكرمكم، ركزوا في كلمة للناس، في حرف جر لازق اهو، اللام الأولانية، يبقى هنقوله الناس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. تمام، يصنعون الأثاث، مين اللي يصنعون؟ هم، يبقى الفاعل
ضمير مستتر تقديره هم، تبقى كلمة الأساس هتعرب إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. ويستريحون من عناء، عناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج مبتدأ هتبقى كلمة الأشجار. جمع هنبقى مثلا كلمة فوائد. اذكر مفرده هتبقى فائدة. عايز جملة اسمية هنقوله الأشجار لها فوائد عظيمة، دي جملة اسمية. عايز جمع مذكر سالم هنلاقي كلمة الفلاحين. عايز جمع تكسير هنقوله كلمة الأشجار. عايز جار يعني حرف جر هنقوله مثلا من، اللي هي من. عايز مجرور يبقى هنقوله عني. بعد كده أكمل. أقبل نقط على حصانه، نحط فاعل يبقى أقبل الفارس على حصانه. تهتم نقط برعاية أبنائها، جمع مؤنث سالم يبقى تهتم الأمهات، جمع مؤنث سالم آخره ألف وتاء. نقط جديدان عايز مثنى، هيبقى مبتدأ يبقى مرفوع، فنقوله مثلا الكتابان أو الحذاءان جديدان. يقف نقط في صفوف خلف الإمام، دول المفروض اللي هما يا إما مصلون يا إما مصلين، عشان عايز جمع مذكر سالم. هنسأل نفسنا مين اللي يقف؟ دي جاية فاعل تبقى مرفوعة يبقى المصلون. يكتب نقط الدرس، عايز جمع تكسير يبقى يكتب التلاميذ الدرس. السؤال اللي معانا الأخير، نرى بالعينين الأشياء. يلا نعربها مع بعض. نرى 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 فعل، فعل ايه؟ فعل مضارع، مضارع عشان بيحصل دلوقتي. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. بالعينين الباء حرف جر، حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، والعينين اسم مجرور وعلامة جره الياء. الأشياء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى احنا كده رجعنا مع بعض يا شباب شوية قصة، جزء من النص، مصر أنشودة الدنيا، وحبة نحو كتير. إن شاء الله لينا مع بعض فيديو بكرة بإذن الله.